ترحيب فلسطيني بتوجيهات الرئيس السيسي بفتح معبر رفح البري وإرسال قافلة مساعدة طبية وغذائية كبيرة لغزة تخفيفا عن معاناة الفلسطينيين. القائمة الأولى سائرون، عدد الأصوات الكلي 466,137، عدد المقاعد 17 مقعد. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن تصدر كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نتائج أول انتخابات برلمانية بعد هزيمة تنظيم داعش. مقتل أحد القيادات الميدانية الحوثية خلال عمليات عسكرية للقوات اليمنية، والجيش اليمني يمشط المناطق المحررة بمديرية اكتاف بصعدة. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم، تفاصيل الأخبار بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، نبدأ من القاهرة حيث تم تجهيز قافلة كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية وإدخالها إلى قطاع غزة في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك ضمانا لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة. في إطار دعم مصر للأشقاء في قطاع غزة، قررت مصر فتح معبر رفح البري استثنائيا طوال شهر رمضان بين مصر والقطاع. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة. بعتبره رحمة من الله، هذا فعلا احنا محتاجين الأمر هذا، يعني عند كتير طلبة وإقامات ومرضى، ونعتبر مصر هي الأم الحاضنة للشعب الفلسطيني ولأهل غزة، وكتر خير الحكومة المصرية والشعب المصري فتح المعبر. خلى الناس يعني تعيش، تروح وتيجي، تتحرك، يعني اللي عليه مصلحة يقضيها، اللي عليه سفر، اللي عليه جامعة، اللي عليه أي شيء إن كان، مستشفيات، المرضى، المصابين. نشكر سيادة الرئيس السيسي على فتح المعبر، يعني هو قراره جه في وقته، لأنه كان بجد الناس بتعاني هنا من موضوع السفر. فيعني كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، واحنا بنشكر كل المسؤولين اللي مشوا في انه المعبر هذا يفتح. وستسمح مصر مع المسؤولين الفلسطينيين في القطاع بعبور الطلاب الذين يدرسون في الخارج والمرضى وكبار السن واهالي غزه الذين لديهم اقارب في مصر. وتواصل مستشفى العريش العام استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج، بينما أفادت مصادر طبية بوجود الطاقم الطبي وسيارات الإسعاف في ميناء رفح البري للإشراف على نقل المصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. هذه التطورات تأتي بعد أيام من تأكيد مصر على لسان الرئيس السيسي ضرورة ضبط النفس في الأراضي المحتلة وعدم استخدام إسرائيل القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، كما جدد الرئيس السيسي تأكيده خلال مؤتمر الشباب على أن قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة. في مدينة غزة أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بقرار مصر بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان. ها نحن نرى
أن معبر رفح يفتح على مدار شهر رمضان المبارك، وها نحن نرى مساعدات، وهنا نحن نرى عروض، وهنا نحن نرى تحركات ظاهرة وباطنة من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية في قطاع غزة. استشهد فلسطيني شرقي قطاع غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة التي تزامنت مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب لمدينة القدس المحتلة. كان 10,000 من المواطنين الفلسطينيين قد خرجوا بالأمس لتأدية صلاة أول جمعة من رمضان بالمسجد الأقصى الشريف. هو ضرب آخر من مقاومة المحتل وصلفه وبطشه، ضرب آخر من الاحتجاج والتشبث بأهداب الأمل، رغم القيود والحصار، رغم الأسلحة والانتشار الأمني الفج والمفزع الذي يطوق القدس وجنباتها في أول جمعة من شهر رمضان، هي أيضا أول جمعة بعد تنفيذ الولايات المتحدة قرارها الشائن بنقل سفارتها للقدس. ورغم ذلك تدفق نحو 120,000 مصل لأداء صلاة الجمعة الأولى من الشهر الكريم في المسجد الأقصى المبارك. طبعا شعور سعيد جدا، لأنه هذه يعني فرحة، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شدة الرحال إلى ثلاث، إلى بيت المسجد الأقصى وإلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى بيت الحرام. فإحنا يعني جينا وآملين إن شاء الله أنه نيجي بدون حواجز، نسأل الله عز وجل. فإحنا الحمد لله رب العالمين سعيدين جدا لأن وصلنا للمسجد الأقصى، وإن شاء الله إنه كل المسلمين يوصلوا للمسجد الأقصى بدون أي حاجز، نأمل من الله عز وجل إزالة الاحتلال وإزالة كل المتآمرين على هذا الوطن. الشرطة الإسرائيلية اشترطت حصول الفلسطينيين ذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية على تصاريح خاصة للصلاة في الأقصى، في حين سمحت للسيدات من سكان الضفة من كافة الأعمار بدخول المدينة وسط تفتيش دقيق للمرة، فيما منعت كافة سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين وجه التحية في خطبة الجمعة للمصلين الذين تخطوا حواجز الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد. وتشهد تلك الصور أن المواطن الفلسطيني عازم أبدا على مواجهة عدوه، سواء نجح المجتمع الدولي في استصدار قرار إدانة أممي ضد تصرفات إسرائيل التي استجمعت قوتها الغاشمة وفتحت نيران أسلحتها في وجه المحتجين الفلسطينيين، فإن صمود أبناء الأقصى وتحديهم لقوة ذلك المحتل وغشمه يسجله تاريخ المقاومة بأحرف من نور لن يمحوها أبدا بطش المحتل. دعت دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام قمة استثنائية في مدينة اسطنبول التركية إلى توفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية من خلال إيفاد قوة دولية للحماية. نتائج أقل من العادية لقمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامية التي عقدت في اسطنبول لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين. الدعوة إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وإيفاد قوة دولية لتنفيذ ذلك جانب من القرارات المحايدة التي تضمنها البيان الختامي للقمة. دول المنظمة 57 أكدوا أيضا في البيان الختامي إدانتهم الشديدة للفظائع المرتكبة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين أكد دعم الأمانة العامة للمنظمة إجراء تحقيق مستقل في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمدنيين العزل. تكليف منظمة التعاون الإسلامي الأمانة العامة بتشكيل لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين. بدوره أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجزرة بشعة بدعم من الإدارة الأمريكية. نجتمع اليوم وشعبنا الفلسطيني يتعرض إلى مجزرة بشعة تقوم بها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، مدعومة بالقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كما شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة مواجهة كافة الإجراءات الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة باتخاذ إجراءات فورية لدعم صمود الفلسطينيين وتمكينهم اقتصاديا والتصدي لمحاولات تهويد مدينة القدس أو تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. البيان الختامي اتهم كذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير الدعم لإسرائيل في ارتكابها الجرائم الوحشية بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا الدعم يتخذ أشكالا منها حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة في مجلس الأمن الدولي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة السيد أكرم عطلة الصحفي والمحلل السياسي. سيد أكرم بعد التحية. تحية لكم ولجميع المشاهدين. كيف تبدو الأوضاع في غزة اليوم بعد تظاهرات أمس أول جمعة في شهر رمضان الكريم وتصويت مجلس الأمن بإرسال بعثة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني؟ يعني الأوضاع لم تتغير كثيرا، غزة لا زالت لم تخرج من صدمة المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل يوم الاثنين الماضي، ولكنها تراقب وتتابع حجم الفعل على المستوى الدولي، حجم أحداثته من هزة علاقات إسرائيل الدولية وحجم المؤسسات والمنظمات العربية والدولية التي تجتمع وتدين إسرائيل وتدين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك لغة يعني يشعر بها الفلسطينيين ويشعروا أنهم في لحظة من اللحظات أكثر سوادا في التاريخ السياسي الأمريكي والإسرائيلي والذي ينعكس على الفلسطينيين، يشعرون أنهم كأنهم تصدوا إلى حد ما. طبعا قدرة الفلسطينية قدرة بسيطة ومتواضعة، لكن اللحم الفلسطيني الذي كان يحترق على حدود غزة بالتحديد هنا يشعرون انه يعني احدث فعله في اطار السياسه الدوليه. هذا مهم، ولكن لم يشعرون حتى اللحظه بانه لا احد بامكانه ان يلزم اسرائيل. كل ما يصدر هي عباره عن دعوات، هي عباره عن مطالب، هي عباره عن يعني أكثر قليلا من تمنيات، لكن قدرتها على الفعل على إسرائيل. وأيضا اعتاد الفلسطينيين على ذلك، اعتاد على أن إسرائيل دولة فوق القانون. إسرائيل يعني أكثر من قضية كانت مرفوعة في القضاء البريطاني والقضاء الأسباني والقضاء التركي وكلها سقطت، يعني يعرفون أنه لا أحد يحاكم إسرائيل، ومع ذلك يستمرون. بالأمس كان هناك استفادة من التجربة، الفلسطينيين لم يتقدموا نحو الجدار الشائك، يدركون انه القناصة الإسرائيلية منتشرة بهدف القتل، عبروا عن احتجاجهم بشكل أكثر سلمية من يوم الاثنين الماضي، وهذا التعبير عن شكل الاحتجاج يعكس يعني استكمال حالة الرفض إلى حد ما، الرفض لكل ما يحدث أمريكيا إسرائيليا، وخصوصا هنا فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية. شكرا سيد أكرم عطلة الصحفي والمحلل السياسي كان معنا من غزة. تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابع العدوية. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم الاشتراك في اعتصام مسلح وقطع الطرق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. في العاصمة العراقية بغداد أعلن رئيس مفوضية الانتخابات تصدر تحالف سائرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لنتائج أول انتخابات برلمانية بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بحصوله على 54 مقعدا من أصل 329 مقعدا نيابيا. وحلت قائمة ائتلاف الفتح بزعامة هادي العمري بالمرتبة الثانية، وقائمة النصر بزعامة رئيس الوزراء
الوزراء حيدر العبادي بالمرتبة الثالثة في النتائج النهائية. القائمة الأولى سائرون، عدد الأصوات الكلي 466,137، عدد المقاعد 17 مقعد. تحالف الفتح، مجموع الأصوات الكلي 264,011 صوت، عدد المقاعد 9. ائتلاف دولة القانون 236,374، عدد المقاعد 9. أعلن منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا أن نحو 80 منشأة طبية في سوريا تعرضت للاستهداف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018، أي أكثر مما شهده عام 2017 بالكامل. وقال المسؤول الأممي إن استهداف المنشآت الصحية في سوريا خلال عام 2018 أسفر عن مقتل 89 شخصا بينهم مرضى وكوادر طبية، في حين شهد عام 2017 بالكامل استهداف 73 منشأة طبية في هجمات قتل فيها 73 شخصا، فيما يعد أسوأ اعتداءات خلال التاريخ الحديث تستهدف القطاع الصحي. قتل أحد القيادات البارزة للحوثيين في جهة الساحل الغربي لليمن في العمليات العسكرية لقوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي. من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير منطقة العطفين بمديرية كتاف، كما سيطرت على سلسلة جبال وقرية الفرع بمحافظة صعدة، وقطعت الطريق على أي إمدادات للميليشيات. في سياق متصل، اقتربت قوات الجيش اليمني من السيطرة على مديرية الملاجم في محافظة البيضاء، ما أدى لسقوط عدد من الميليشيات الحوثية. ختاما لنشرتنا، هذا تذكير بأهم العناوين: ترحيب فلسطيني بتوجيهات الرئيس السيسي بفتح معبر رفح البري وإرسال قافلة مساعدات طبية وغذائية كبيرة لغزة تخفيفا عن معاناة الفلسطينيين. عدد الأصوات الكلي 466,137، عدد المقاعد 17 مقعد. تحالف الفتح، مجموع الأصوات الكلي. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن تصدر كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لنتائج أول انتخابات برلمانية بعد هزيمة تنظيم داعش. مقتل أحد القيادات الميدانية الحوثية خلال عمليات عسكرية للقوات اليمنية، والجيش اليمني يمشط المناطق المحررة بمديرية كتاف بصعدة. وصلنا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.